تخيل معايا كده لو رجعنا بالزمن 1000 سنة لورا وقابلت شخص وقلت له هات تليفونك اعمل منه مكالمة. الراجل مش فاهم يعني ايه تليفون، فحضرتك هتبدأ تشرح له التليفون ده تقدر تكلم بيه اي حد حوالين العالم. يا ترى الراجل في اللحظة دي هيقول عليك ايه؟ اكيد هيقول عليك مجنون او مش هيصدقك. تعال نقيسها بطريقة تانية، لو جالك شخص وقالك انا بسافر عبر الزمن عن طريق كاميرا، تفتكر انت هتصدقه؟ اكيد برضو لا. هنا بقى السؤال اللي محدش عارف اجابته لحد دلوقتي، بس انا بقول لك تقريبا في سفر عبر الزمن وجايب لك قصة حقيقية. بس قبل ما اقولها لك لازم نعرف يعني ايه اصلا سفر عبر الزمن. والسفر عبر الزمن هو الانتقال الى الامام او الى الخلف، يعني زيارة الماضي او الاطلاع على المستقبل. بس القرآن الكريم بيقول ان مفيش سفر عبر الزمن، قال تعالى ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير. بس تعالى معايا كده نعرف اول شخص اتكلم عن السفر عبر الزمن، وهو ألبرت أينشتاين، وده من خلال نظريته النسبية اللي اخبرنا بيها، وقال لنا ان هناك احداثيات هندسية مناسبة في الزمكان او عند وجود حركات محددة في الفضاء. في الوقت ده يصبح السفر باتجاه المستقبل او الرجوع للماضي امر ممكن. وقال أينشتاين ان كلما زادت سرعة الجسم المتحرك تباطأ الزمن بشكل تدريجي، يعني لما تزيد سرعة الجسم بيتباطأ الزمن. وكمان قال لو بقت سرعة الجسم المتحرك زي سرعة الضوء في الغالب سيتوقف الزمن، ومن ثم سيتراجع عقرب الساعة الى الخلف. في الوقت ده بامكاننا ان نعود الى الماضي، لكن للأسف استحال ان يصل الانسان الى سرعة الضوء مهما حدث. بس العلماء بيطلعوا ان هم يوصلوا للموضوع ده في المستقبل، وبالاخص بعد التطور التكنولوجي الهائل اللي بيشهده العالم حاليا. وبعد ما عرفنا كل حاجة عن السفر عبر الزمن، تعالوا بقى معانا نعرف القصة اللي انا جاي احكيها لكم النهاردة. بدأت قصتنا عام 2006 مع شخص اسمه سيرجي. الشخص ده كان ماشي في شوارع اوكرانيا وكان لابس ملابس غريبة جدا، وكان معاه كاميرا من الاصدارات القديمة اللي توقف تصنيعها من زمان. هو ماشي كان بيبص على الناس باستغراب وكان باين عليه علامات الارتباك. المهم بقى ان سيرجي ده وقف كم شخص في الشارع كده وسألهم عن اسم شارع، بس للأسف محدش يعرف الشارع ده اصلا. الاول الاوكرانيين كانوا فاكرينه سايح ومش عارف هو بيتكلم في ايه، لكن لما عرفوا انهم السايح قالوا ان هم مش عارفين اسم الشارع ده. بس الغريب ان سيرجي كان مصر ومتأكد ان في شارع بالاسم ده، وكمان بدأ يوصف لهم اماكن وطرق بتودي للشارع اللي قال لهم عليه. بس للأسف محدش قدر يفيد سيرجي ولا يفهمه اي حاجة خالص. لما الموضوع كبر الشرطة اتدخلت وبرضه كانوا فاكرينه سايح تايه. بس الشرطة كانت مختلفة عن الاشخاص العاديين، واول سؤال سألته له اديني الهوية بتاعتك. بس الصدمة ان الشرطة لقيت الهوية بتاعته بجنسية الاتحاد السوفيتي اللي اتفكك في 26 ديسمبر 1991. والاغرب ان لو الهوية بتاعته عليها صورته بس التاريخ قديم بيرجع لعام 1932، فالشرطة هي كمان ما يدروش يوصلوا لاي حاجة، فاخدوه وعرضوه على طبيب نفسي في الاسم. الطبيب النفسي كان مختلف عن الاشخاص اللي قابلته وعن الشرطة، واول سؤال سأله له النهاردة كان في الشهر السنة. سيرجي بصله وقال له النهاردة 26 ابريل 1958. فالطبيب بصله وقال له النهاردة 26 ابريل 2006. سيرجي اتعصب وقال له احنا سنة 58، ازاي انت بتضيف 48 سنة زيادة؟ هنا بقى سيرجي بدأ يتعصب من الناس اللي قابلها في الشارع ومن الشرطة وحتى من الطبيب النفسي، فقرر ان ينهي الحوار بينه وبين الطبيب النفسي خالص. طلع من الشنطة بتاعته جريدة بتاريخ 1958 وقال له ان انا اشتريت الجريدة دي النهاردة الصبح. الطبيب حاول يغير السؤال وقال له طب ايه اخر حاجة انت فاكرها قبل اللي حصل لك ده؟ قال له انا كنت بتمشى في المدينة مع صديقة ليا اسمها فالنتينا، كان معايا كاميرا بنصور شوية صور للذكرى. الوقت اللي كنت بصور فيه معالم المدينة طلع جسم غريب بيطير في السماء بسرعة كبيرة جدا. الطبيب قال له هو نوع من انواع الطيور؟ فسيرجي رد عليه وقال له انا مش عارف، بس لو نوع من انواع الطيور فانا اول مرة اشوفه. المهم ان لما شفته صورته، ولما صورته
اغمى عليا، ولما فقت لقيت نفسي بالناس اول مره اشوفهم، ومحدش راضي يصدقني ولا يقول لي عن الشوارع اللي انا بسال عنها. استغربت اكتر لما ما لقيتش فالنتين، عشان كده كنت مرتبك ومتوتر. المهم بقى ان الطبيب طلب منه الكاميرا عشان يشوف الصور اللي هو صورها، بس الطبيب اتصدم اكتر لما لقى ان الكاميرا اللي مع سيرجي قديمه جدا وتوقف تصنيعها من زمان جدا، فاضطر الطبيب يستعين بمختصين عشان يشوف الصور دي. بعد محاولات كتير قدروا يطلعوا الصور دي، والمفاجأة بقى ان لقوا صور لسيرجي مع عيلته بنفس الملابس اللي لابسها قدام الطبيب دلوقتي، وكمان لقوا الصورة اللي صورها سيرجي للجسم الغريب. هنا بقى المختصين اتصدموا لان الصور اللي شافوها حقيقية وقديمة في نفس الوقت، ونفس الشخص اللي صورها قاعد قدامه. اغرب من ده كله ان الكاميرا دي والفيلم ده اقصى مدة لحفظ الصور فيها 20 سنة وبتبوظ. فلو قلنا ان سيرجي كان بيمثل علينا وخد الكاميرا دي من جده، وجده ده كان شابه ومصور الصور دي، فمستحيل ان الصور تقعد الوقت ده كله. بس هنا المختصين كدبوا الاوهام بتاعتهم لما تأكدوا ان الصور متاخدة من 4 إلى 5 ساعات تقريبا. وبعد نهاية المقابلة حاولوا يفسروا حالة سيرجي، بس للأسف ما قدروش يفسروها. فقرروا ان هم يودوا مصحة نفسية ويصنفوا حالته على انه مجنون. بالفعل صنفوا حالته على انه مجنون وحطوه في غرفة تحت حراسة مشددة. بس الغريب ان بعد كام يوم اختفى سيرجي بدون اي اثر. الاغرب ان الغرفة ملهاش اي مخرج نهائي. بعد الموضوع ده حصل ضجة كبيرة جدا، والناس بدأت تسأل هل فعلا سيرجي جه من الماضي ولا ايه بالظبط. طبعا انت فاكر ان القصة خلصت، انا بقولك لسه ما خلصتش، لان بعد الضغط الكبير من الناس على الشرطة والضجة الكبيرة اللي حصلت، الشرطة فضلت تدور على سيرجي بس ما لقوش ليه اي اثر نهائي. فقرروا يدوروا عن الست فالنتينا، وفعلا لقوها. واول ما لقوها سألوها سؤال واحد، انت تعرفي حد اسمه سيرجي؟ ست فالنتينا اول ما سمعت الاسم بكت وحكت لهم حكاية اغرب من اللي سمعوها، وقالت لهم انا لما كنت في شبابي كان عندي صديق اسمه سيرجي، وكنا واقفين في مكان معين انا وهو بنتصور. خلال ما احنا بنتصور عدى جسم اسود غريب في السماء، فقرر سيرجي يصوره، وبعد ما صوره احنا الاتنين فقدنا الوعي. لما فقت ما لقيتوش جنبي، فروحت اسم الشرطة وبلغت باختفاء صديقي سيرجي. فضلت الشرطة تبحث عنه بس للأسف ما لقوهوش، وكأنه فص ملح وداب. فهي بتقول لنفسها انا بعتقد ان هو مات بس هم ما لقوش الجثة بتاعته. وقالت لهم انا عندي صور لي انا وهو بحتفظ بيها. ولما الشرطة شافت الصور اللي مع فالنتينا لقوا نفس الشخص اللي قابلوه هو نفس الشخص اللي في الصور. وهنا بقى بدأت التفسيرات، والتفسير الاول بيقول ان سيرجي ده روح ماتت وكانت بتلعب مع الشرطة، والتفسير التاني بيقول ان الكيان الاسود اللي دخل في الموضوع ده، التفسير التالت بيقول ان فعلا في سفر عبر الزمن بس بيجي عن طريق الصدفة. انا كده قلت كل التفسيرات اللي عندي، لو عندك تفسير تاني قوله لنا في الكومنتات. سلام.